واش القافله جيتكم فيديو جديد. الفيديو ديال هاد النهار اسطوري. كيفاش لا؟ هو على تاريخ ديال المنتخب ديال المغرب. المنتخب اللي تبغيو كلنا منتخب اسود الاطلس، وغادي نذكر التاريخ ديالو من ا تا زد. ولكن بلاتي، واش خبركم اللي الفيديو الجاي غادي نديرو ديال المواجهه؟ لا صاحبي، فيديو ديال المواجهه هما اكثر فيديوهات يتشافوا في القناه ديالي، والفيديو الجاي ديال المواجهه غادي يكون هو الثالث في القناه من بعد الفيديو ديال الرجاء والوداد. الفيديو ديال المواجهه الجاي غادي يكون بين جوج منتخبات، هو المنتخب المغرب والمنتخب الجزائر. شكون احسن منتخب في التاريخ، اما المغرب ولا الجزائر؟ سينو ديك الفيديو هذاك. وباش تفرج ديك الفيديو شنو خاصك دير؟ خاصك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتنضم لاحسن قناه المحتوى الرياضي في المغرب. واش مستعد الفيديو ديال هاد النهار؟ واش مستعد باش تسمع التاريخ ديال المنتخب ديالك؟ يلا ليتس جو. اول حاجه، ميمكنش نبدا الفيديو بلا ما نذكر الاساطير المتفاعلين اللي كاين في القناه ديالي. وعاوتاني المره الثانيه على التوالي، رايان هو احسن متفاعل في القناه، وهادو هما احسن كومونتيرات في هاد السيمانه هادي. عارفهم بزاف ولكن يستاهلوا نحطهم في الفيديو. واش عارفين بلي منتخب المغرب تاسس مور بزاف ديال الفرق المغربيه اللي تاسسوا قبل من المنتخب؟ وبالضبط تاسس في 1955، ولكن لعب اول لقاء رسمي ديالو 1957، من بعد عامين من التأسيس ديالو، واللي كانت أول مباراة رسمية ديالو ضد العراق 1957، وسالت ب3-3. لابد أنك تسمع أسود الأطلس غتسول علاش المنتخب دار هذا الاسم هذا. هذا الاسم هذا خداوه بالضبط من الأسود اللي كانوا عايشين في الأطلس. واش الأسود كانوا عايشين في الأطلس؟ ولا لا؟ ولكن السكان الأصليين ديال الأطلس يقولوا وكان قبل القرن 20، لهادشي المنتخب تسمى بأسود الأطلس بكل سهولة. نمشيو دابا لأول إنجاز لمنتخب المغرب اللي كان 1970، وتما فاش كان أول ظهور قاري للمنتخب مع أول ظهور رسمي، وكان أول ظهور رسمي في كأس العالم اللي كان في المكسيك ديك الساعات. واحد الحاجة اللي كانت غريبة في ديك الفترة واللي تعاودات في 2018 هي أن المنتخب كان هدد الفيفا باللي إذا جا مع المنتخب إسرائيل في نفس المجموعة غادي ينسحب. واش عارفين شكون هو الهداف التاريخي ديال المنتخب؟ الهداف التاريخي للمنتخب هو احمد فارس، وكان ماركا 42 هدف. اما اكثر لاعب تاريخي المشاركه مع المنتخب هو الاسطوره عبد المجيد الظلمي ب 140 ماتش، ومازال دابا ما تحطم. اما التصنيف الحالي للمنتخب في اخر تصنيف للفيفا، فالمنتخب تيحتل المرتبه 29، ولكن اعلى تصنيف وصل المنتخب هو في 1998 اللي كان احتل في ديك الساعات العاشر عالميا. ولكن قبل 1998 وبالضبط في 1995 المنتخب عاش اسوأ مراحل ديالو، وكان تصنف اسوأ تصنيف تاريخيا 95 عالميا. وفي ظرف 3 سنين من 95 عالميا رجع العاشر عالميا، وهادشي إذا دل على شي حاجة فالمنتخب تاريخيا ديما كيعاني من التسيير. يعني ميمكنش في ظرف 3 سنين يتغير المنتخب من 95 حتى العاشر عالميا بلا ما يكونو شي مشاكل إدارية، وهادشي اللي كنا تنعيشو من 2007 حتى 2017، يعني 10 سنين المنتخب عاش أسوأ أزمات ديالو. احتاج إيرفي رونار. اما تاريخيا كان اعلى فوز للمنتخب كان ضد السعوديه، وديك الماتش هذا كان تسالب 13-1. ولكن اكثر خساره كانت تعرض لها المنتخب هي ضد المجر اللي كانت ب 6-0، وكانت في 1964 وكانت في طوكيو اليابان. وفي ديك الوقيته كان المنتخب المجر حاكم اوروبا وحاكم العالم. وفي ذاك الوقت المنتخب المجر كان وصل النهائي ديال كاس امم اوروبا، وصحت النهائيات كاس العالم. ولكن غنصدمكم بواحد المعلومه، اثقل هزيمه ديال المغرب كانت ضد المجر، ولكن حتى الجزائر عندها اثقل هزيمه كانت حتى هي ضد المجر. صدفه غريبه ياك؟ ولكن دابا نتايا شنو الدور ديالك؟ غتكتب لي في كومونتير شنو هي اثقل هزيمه تعرض ليها المنتخب الجزائر ضد المجر. النتيجة النهائية ديالو كانت فيها 11-0، وكتب نتايا شحال خرج اللقاء بالضبط، تجيبها صحيحة ولا ما تجيبهاش. المهم هو دير الرأي ديالك في كومونتير، والرأي ديالك غنحطو في الفيديو الجاي إن شاء الله في المواجهة ديال المنتخب المغرب ضد الجزائر.
المنتخب المغرب تاريخيا تأهل 5 ديال المرات لكأس العالم بالضبط، وهذا العام ان شاء الله نشوفوا التأهل السادس ديالو، علاش لا. المهم اول تأهل لكأس العالم المنتخب المغرب كان 1970، مرات 1986 و94 و1998 وفي 2018 اللي كان في روسيا وكنا تابعنا الماتشات ديالو واللقطة الأسطورية ديال بوحدوس. أما في كأس إفريقيا فالمنتخب تأهل 17 مرة وكانت أول تأهل ديالو 1972، ومن هاد 17 مشاركة المنتخب فاز غير مرة في كأس إفريقيا اللي كانت في 1976، والإنجاز الثاني ديالو كان الوصيف 2004. منتخب المغرب وانا تنقلب في الارشيف ديالو باش نشوف الانجازات ديالو، ما لقيتش عنده شي انجازات كبيره، ولكن بالمقارنه مع المنتخبات العربيه الاخرى عنده انجازات تحترم، من غير المنتخب المصري اللي عنده انجازات كبيره بزاف. وانا تنشوف بصراحه منتخب بحال منتخب المغرب راه على الاقل خاصو يكون واصل دوم الفينال في كاس العالم وعنده شي 4 ديال الالقاب في كاس افريقيا، ولكن هادشي ما تنشوفوش في المنتخب المغرب. علاش؟ وبالمناسبة اللي تيقول المنتخب المغرب ضعيف، فتاريخيا منتخب المغرب هو أقوى منتخب عربيا من ناحية اللاعبين. فالمنتخب المغرب تاريخيا تيكونوا عنده لاعبين هما اللي مؤثرين في أوروبا، وتيكونوا بين أغلى اللاعبين اللي كاينين في أوروبا، بحال دابا أشرف حكيمي ولا زياش، وشحال هادي اللي كان الشماخ ولا مصطفى حجي. واللي بغيت نوصل لكم باللي المنتخب المغرب عبر الأجيال دائما تيكون عنده لاعبين اللي كبار، ولكن كإنجازات تنشوفوا إنجازات اللي ضعيفة. واش المشكل في الإدارة ولا المشكل في المدربين؟ لأنني تشوف المنتخب من 2007 حتى 2017 دائما كان ضعيف مع المدربين، ولكن نهار اللي جاء إيرفي رونار ولا خليل تشوف المنتخب تطور وبنفس اللاعبين اللي كانوا تيلعبوا شحال هادي. ما قلتلكش نفس اللاعبين يعني تنعني بها نفس الأسماء، ولكن نفس اللاعبين اللي تيلعبوا في أوروبا، يعني شحال هادي كان الشماخ دابا راه كاين زياش. ولكن الحمد لله من 2017 حتى لهذا الفيديو هذا تنشوف المنتخب المغرب تقدم بزاف وشاف واحد الخطوات اللي زوينه بزاف، وبدات يعطينا واحد الهيبه للمنتخب، وداك الاسم ديال الاسود الاطلس وبدات يتطبق عن جد، وان شاء الله نشوفوا منه مستقبلا بزاف ديال الحوايج. هاد الفيديو هذا درتو قصير واحد شويه لان الارشيف ديال المنتخب المغرب ماشي كبير بزاف باش ندير عليه فيديو في 10 دقائق ولا 11 دقيقه، وحتى باش ما نطولش الفيديو. المهم سينو الفيديو الجاي اللي غادي يكون المواجهه ديال المنتخب المغرب ضد المنتخب الجزائر، وشكون احسن منتخب تاريخيا. ولكن اهم حاجه ما تنساش تشترك في احسن قناه محتوى رياضي في المغرب، واخيرا ما تنساوش اللايك وتهلاو حتى الفيديو الجاي.